مساء الورد جميع المتابعين، كيف حالكم؟ طمنوني عنكم، اموركم تمام؟ طيب اصدقائي، اليوم اول اشي كيف حالكم؟ مساء الورد. طبعا اليوم هو اليوم المنتظر، اليوم راح يطلع صديق لي معانا. طيب نرحب بالمتابعين اللي هسه عم بنضموا معاي على البث، اهلا وسهلا فيكم. طبعا انا وسام ثائر، مصمم جرافيك من الاردن. طبعا هذا البث المباشر، انا عم بطلع هيك كل يومين بس هيك عشان ناخذ على الجو بس، وبعدين رح ندخل بمواضيع كيف انت تصمم وكيف تشتغل على موضوع الجرافيك والتصاميم اللي انا بشتغلها. طيب بنرحب هسه معانا. طبعا كمان شوي هو اليوم المنتظر زي ما حكيت لكم، يعني إلي من الاسبوع الماضي عم بستنى اليوم لزبطت معانا للشخص راح يطلع معانا، اللي هو راح يحكي عن التسويق الرقمي وايش علاقته بالديزاين. طبعا انا مختص بمجال الجرافيك والتصاميم، وصديقي الخبير راح يطلع هسه معاكم على البث، راح يطلع وراح نحكي عن التسويق الرقمي وايش اهميته بالحياة، يعني ايش اهميته هسه بالعصر الحالي. مساء الورد، اهلا وسهلا فيكي ام رشيد، اهلا وسهلا. شو صار؟ اوكي. طيب المهم، فالموضوع كالاتي. طبعا اليوم انا بحب دائما اي شخص يعني عم بتابع البث عنده اي سؤال اي استفسار يكتب لي. بالنسبة لموضوع، على طبعا ان شاء الله بكرة ببعث لك اياهم الموضوع وبنحل القصة، ولا يهمك، انت بتأمر امر ويسعد لي هالمساء. انا قاعد بهرب منهم وكمان جاييني هون الموضوع. طيب اهلا 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 رامي، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ فاصدقائي اليوم زي ما حكينا راح يكون معانا اليوم الساعة 8 صديقي راح يطلع معاكم وراح نحكي عن التسويق الرقمي. طبعا كثير مهم الموضوع لكل حدا مهتم بموضوع التسويق بشكل عام، حابب ياخذ خبرة عملية من هذا الشخص. يعني اليوم راح تستفيدوا كثير مني ومن هيو طلع معانا على البث. يلا ها يا هات. طيب هاي بعثت لك. الو يا صديق، هاي بعثت لك. اهلا يا مساء الورد. يا اهلا وسهلا، يا حي الله، تحياتي، كيف الحال؟ شو اخبارك حبيبي؟ طمني عنك. التقينا اخيرا باللايك. يعني ان شاء الله ان اللقاء كمان قريب على الواقع، يعني مش اونلاين. ان شاء الله راح نلتقي وراح نشتغل على اشياء جديده ببالي، والله في بالي افكار كثير ان شاء الله راح نشتغل عليها ان شاء الله. كيف تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الله يسعدك. اول شيء انا مبسوط جدا صراحه يعني بانضمامك مع اليوم على البث، يعني ما تتخيل قد ايش. فرحتي طبعا انا اكبر انه نلتقي مع شخصيات مميزه مثلك حبيبي وسام. تسلم حبيبي، كلك زود. طبعا انا كل يعني الي من الخميس بوعدهم راح يطلع معاي شخص، تشوقوا مين هذا الشخص اللي راح يطلع معاك على البث. فهيو معاكم السيد اشرف نسور، طبعا هو مختص في مجال التسويق والتسويق الرقمي. فانا كثير مهتم، حتى انا احضر معكم اول المستفيدين، انا يعني حابب انا كمان يعني اسمع منه مثلا كيف هي التجربه بمجال التسويق وكيف انت تستغل مجال التسويق في اي شيء لك، يعني في اي شيء، اي مصلحه لك. بس دقيقه يا اشرف، انا هون شفت في سؤال واحد كان كاتب لي طريقه. هون عندنا وائل بيسألنا طريقة الكاليغرافي بتاعك ليها قاعدة ولا بترسمها كده ولا في طريقة لتعليم الطريقة دي؟ أوكي. حلو السؤال، السؤال كثير حلو. طبعا أنا شو بشتغل على إشي اسمه تايبوغرافي وليس كاليغرافي. الكاليغرافي هو يختص بخطوط أحرف الخط العربي اللي هي زي خط الثلث،
خط الرقعة، وكيف أنت تعمل من هاي الخطوط أشكال. تمام، راح نحفظ. فاللي أنا بشتغله شيء اسمه تايبوغرافي. إيش هو التايبوغرافي؟ التايبوغرافي هو مصطلح من تايب وغرافيا. تايب اللي هي الكلمة الكتابة، وغرافيا اللي هي الصورة، هي كلمة أصلها يوناني أصلا. فأنا بستخدم هذا الستايل، بدمجه مع الكاريكاتير، رسم الكاريكاتير، برسم كاريكاتير، بالإضافة بستخدم معنى الحرف. يعني اللي شاف رسمة كل إنسان قبطان في بحره، لاحظوا مثلا كيف كلمة بحره مثلا على شكل بحر مثلا على سبيل المثال، القبطان مثلا، وهكذا. يعني بجسد الفكرة بالمعنى، يعني الكلمة بمعناها. فهذا الاشي احنا جايينه، رح نيجي يعني رح نحكي فيه بالتفصيل الممل بفيديوهات جاية يعني، وراح الكل يستفيد انه كيف انه يشتغل على هذا الموضوع. طيب، على كل حال انا بعتذر اشرف، بس عشان اجاني سؤال فحبيت اجاوبه. هسه راح اجل الاسئله، اي سؤال يعني راح ينطرح على البث، اذا كان له علاقه يعني بموضوع التسويق والديزاين يعني راح نجاوبك عليه. تكرم. هي دردشه مع الشباب اكثر منها يعني خلينا نحكي لايف بالضبط، كام. يعني هيك احنا بدنا شوي يعني يكون الموضوع زي ما تحكي افكتيف، يعني يكون حيوي اكثر. عرفت نعم علي كيف؟ يعني اي حدا مثلا بيحب يستفيد من هاي الموضوع او هذا الموضوع، يعني احنا جمعنا هسه يعني موضوعين كثير مهمات، التسويق يعني هي حضرتك وهي انا كمان، فيعني اكيد الكل راح يستفيد. عرفت علي كيف؟ فاحكي لنا عن بداية مشروعك في مجال التسويق وهاي الاشياء اشرف. تمام، بس خليني اول شيء اعتب كمان على التايبوغرافي واستخداماته. هو من اكثر الاشياء الحلوه الان الموجوده على السوشيال ميديا، حتى نعم بتحس فيه انطباع غريب بيجذب الناس بطريقه اكبر. الجانب الثاني الحلو صار بالموضوع انه كمان تقدر تستخدمه للطباع زي المشاريع تبعت التيشيرتات والمقات وكذا. نعم موضوع التايبوغرافي يكون فيه جدا مميز، صح، فالشغلات اللي انت بتسويها حسام كمان رهيبه جدا، يعني لو تسلم. تتبرع عطلة مشروع زي هيك تعمل براند قوي صراحة. تسلم. تعرف شغلة أشرف، في كمان شغلة بحس إنه عشان الناس يعني مش كثير عم تقرأ، فلما يشوفوا إشي مقروء معمول على شكل ديزاين فبغذي وصلت وصلت. بغذي الروح الموضوع، فبحاول أشتغل على هذا الجانب. طيب احكي لنا أشرف، احكي، حابب أنا آخذ يعني بصراحة أنا كثير متشوق يعني أقعد معك أفهم أنا يعني مشروع التسويق الرقمي بشكل عام والتسويق اللي أنت داخل فيه، مشروع هذا كثير حلو، فحابب هاي الخبرة يعني أشوف أنت كيف بلشت فيها وإيش الواحد ممكن يستفيد منها، هاي أشياء كثير مهمة. جميل. الان لما نحكي ماركتينج بدنا نعرف انه هو مصطلح ما بدا الا في التسعينات، فهو مصطلح اصلا حديث ومجال في حد ذاته هو حديث. ليه؟ لانه الان كان قبل التسعينات كان الانتاج اقل من الطلب، فكان المنتج يكون موجود وزباينه قاعده اصلا تتنافس عليه، فمش مضطر هو يوصل للناس، الناس قاعده بتدور هو وين موجود. مع الثوره الصناعيه اللي صارت المنتجات اكثر من كميه الطلب، فطلع هون موضوع الماركتينج انه انا الان المفروض اني اوصل هذا المنتج للعميل. فمن هون بدا المصطلح. بس الان مع ظهور العالم الرقمي والثوره الرقميه اللي صارت طلع عندنا موضوع الديجيتال ماركتينج. فالديجيتال ماركتينج انا دائما بحب ابسط تعريفه وعشان يوصل لكل الناس كان بدها تفهمه او حتى بدها تشتغل فيه. وهو بابسط تعريفه كالتالي: الوصول للعميل المناسب بالشكل المناسب بالطريقه اللي تلبي احتياجاته وباسلوبه رقميا. هاي المعادله اللي بحطك لنا اياها بالعاده المكان اللي الناس فعلا موجوده فيها باسلوبها مثل السوشيال ميديا. فموضوع الديجيتال ماركتينج هو موضوع عام، يعني اي طريقه تسويق رقمي انت بتوصل فيها للعميل هي تسويق رقمي، كان عن طريق الاسماء، كان عن طريق الايميل، كان عن طريق الشاشات الموجوده في المولات والشوارع بما انها مربوطه على الانترنت، فهو اندرج تحت التسويق الرقمي. بتفرع منه اللي هو السوشيال ميديا كمان. السوشيال ميديا فرع من الديجيتال ماركت. هذا مهم جدا اننا نعرف. الان مع وجود التسويق الرقمي حكينا انه احنا بدنا نوصل للعميل المناسب باسلوبه، بنبرز عندنا الان موضوع توجيه الرساله التسويقيه والطريقه اللي بدك توصل الرساله التسويقيه. هذا وين باخذنا؟ باخذنا لعالم الميديا، وعالم الميديا وين بتصب معانا؟ في عالم الجرافيك ديزاين. فدائما اقوى علاقه بتلاقيها في مجال الاعلانات او مجال التسويق علاقه المسوق بالجرافيك،
أكيد نعم، آه بالضبط مية ليش؟ بالمية لانهم هم الاثنين بدهم يشتغلوا على بروجكت يوصل رساله واحده. مية انا بالمية نعم بدها تكون مركبه على مراحل، هذا من عند الماركتينج، لكن كيف بدها تبين للناس؟ هون اللعبه بتصفي من عند الديزاينر. بتزعلني او بنبسط لما الاقيها، لما اشوف الديزاينر بيفكر باليه الشخص اللي راح يتلقى هاي الصوره. الفكره ليش بالديزاين، وهذا انا يعني معتبره هو جوهر البث اليوم. الديزاين مش مجرد اني انا اعرف التولز تبعت، خلينا نحكي التصميم او الفوتوشوب او الادوبي بشكل عام، ومش اني انا اعرف كيف بدي اكون الصوره، هذا شيء اساسي لازم، يعني هذا صفر التصميم خلينا نحكي. لكن صح اني انا العين اللي بدها تشوف هذا المحتوى او هذا الميديا كيف بدها تفكر، كيف بدها تستقبله. أكيد هل هي ماشيه بتعمل سكرول قاعده على السوشيال ميديا توقف ولا لا؟ يلفت انتباهه فورا نعم بالضبط. اذا انا وصلت للفكره هاي، فانا قاعد بوصل لترابط ما بين التسويق وما بين الجرافيك وما بين اليوزر اللي هو الطرف الاخير والمهم بشكل ممتاز. يعني إذا الرك بيجي على الفكرة الأساسية وبعدين على المصمم كيف بده يصنع هاي الفكرة. بالضبط إذا بالضبط. ما هو أنا هذا اللي حابب إنه الناس والمشاهدين كمان يشوفوه، إنه له علاقة كثير يعني وطيدة بين المسوق وبين الديزاينر. طبعا يا جماعة الديزاينر هو مش بس إنه هسا بتروح على شركة ديزاين ما بيكون فيها ديزاينر، فيها تسلسل حتى بموضوع يعني فيها في عندك ارت دايركتور، في عندك الشخص اللي بيجي تحتي مثلا السينيور، في عندك سينيور ديزاينر، في عندك الكرياتيف ارتست، يعني كل هذول يعني راح يجي لهم راح احكي عنهم انا، لانه في ناس كثير ما بتميز بينه، خاص ديزاينر راح يكون شركه ديزاين ما بعرفه، انه في حتى كل واحد خاص مثلا بموضوع الفكره، بيجي له المسوق مثلا بيشرح له الفكره، بيجي الارت دايركتور بفكر بالموضوع، بعطي الفكره للديزاينر، هون الديزاينر يعني زي كل واحد بيرمي الكره في ملعب الاخر، فهون بيجي بيكمل، فكله مكمل بعضه. فهو مشروع الديزاين مش بس انه موضوع انه انت يعني عم تطلع يعني عم يعني انت بس عم تشتغل بس ديزاين، لا هو الموضوع يعتمد على الفكره. انا شرحت لهم حتى قبل المره الماضيه اشرف، حكيت لهم انه موضوع اي شيء بالحياه اذا بده ينجح بيعتمد على فكره جديده، مش انت بتقلد مستنسخ. هاي 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 نقطه. والنقطه الثانيه حكيت لهم الجائحه لما مرت وكل الدنيا سكرت، يعني كلنا يعني شفنا انه امازون اشتغلت بشكل رهيب على الماركتينج وصار عندهم ارباح هائله جدا، وهي القطاع الوحيد الماركتينج كله صار اونلاين الشغل. فعشان هيك انا كنت حابب يعني هاي المعلومه كثير مهمه، فموضوع التسويق كثير يعني مهم، عشان هيك انا كنت حابب اخذ هاي الخبره يعني منك. طب احكي لنا اشرف عن كيسات انت دخلت فيها مثلا مع عميل وكانت يعني وكانت الحمله مثلا من A to Z كيف بلشت وكيف اول شيء. اشرف انا سوري انا نسيت، يعني حابب انه انت تحكي مثلا انه انت ايش يعني انت هسه شو الشركه اللي بتشتغل، يعني حابب انه انت تعرف عشان المتابعين اللي عندي يعني عن جد اذا عنده اي منتج او اي شيء انه يحاول انه يتواصل معك يستفيد من هاي يعني الخبره اللي عندك، يعني انا هيك كمان حابب يعني. تمام. احنا بلشنا شغل في التسويق الرقمي من عام 2015، لكن كانت الفكره زي ما بتحكي انه احنا بدناش نبلش بشغل تقليدي. زي ما انت حكيت لازم الشغله تكون فيها اضافه او قيمه مضافه زياده. فالموضوع ما لازم يكون، حتى لو كان فيه تكرار، يعني شوف ان حكيتها ما بدناش تكرار، لكن انت حتى لو كررت موجود كرره بقيمه اضافيه زياده. يعني انك انت ما باجي انا بخترع العجله من جديد، لكن انا باجي بعطيها قيمه اضافيه تختلف موازينها بشكل كامل. فحكينا قبل ما احنا نبلش احنا لازم الفريق اللي عندنا اولهم انا نتسلح بالعلم، نتسلح بالاساليب اللي لازم احنا نشتغلها 100%. اكيد نعم. رحنا على الفريق التصميم، تعال يعني هي ادوات، هي دورات ادوبي بدي اياك سيرتيفايد ادوبي. يجينا عندنا على فريق الماركتينج، هي دورات جوجل، دورات فيسبوك، بدنا نصير سيرتيفايد جوجل وفيسبوك. فصرنا نكون بالفريق وبلشنا بشغل صغير جدا، وبلشت الامور لانها مبنيه على علم صحيح تتوسع. فبلشنا بشغل المنطقه اللي احنا فيها، بعدين صرنا على مستوى الاردن كامله، والان بفضل الله بنشتغل في جميع الوطن العربي. ما شاء الله ما شاء الله. وخلال الخمس او ست سنوات اللي راحت مسكنا ما بين شركات اما محليه او وطنيه او حتى على مستوى العالم.
يعني احدى الشركات اللي احنا مستلمينها اللي هي شركه الغذاء الميزان للدكتور جميل القدسي، هذه واو مكتب في كل دوله ومصنع رهيب في اغلب الدول، فزي حلو هيك هذا لود عالي لانك انت كمسوق. فلما نيجي نرجع للفكره حكيناها، بدك تعرف طبيعه المجتمع اللي انت بدك تبني له رساله التسويق. أكيد نعم أكيد يعني مثلا لما تيجي على، خلينا بما ان جبنا سيف غذاء الميزان، خلينا ناخذه ككيس. غذاء الميزان كانت بتواجهه مشكله، هو اصلا يعني شركه عالميه معروفه على مستوى العالم كلياته. مشكلتها وين كانت؟ هي كانت قويه جدا 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 ايام التلفزيون. لما صارت النقله ما بين التلفزيون وما بين السوشيال السوشيال ميديا ميديا اختفت، عملت جاب. ولما يكون معانا اصلا الجيل الاقدم منا، من جيل ابهاتنا واللي قبله، بيكون اصلا مش مستوعب انه والله لازم نفوت على السوشيال ميديا، لازم كذا. فانعرض علينا المشروع، حكينا معلش اعطونا 3 اسابيع دراسه خلينا نفهم نقاط القوه والضعف. نقاط القوه كل الجيل القديم بيعرف، نقاط الضعف الاساسيه انه الجيل الجديد ما بيعرف. طيب انت بدك تفكر بالسايكل تبعت خلينا نحكي الكلاينت او الكاستمر. الجيل القديم الله يحفظهم طال عمرهم، بس رح يجي يعني يوم هم مش كلاينت، اما أكيد يا بتوفوا يعني بصير في عمر ما مش في ايدهم قرار الشراء. صح لكن الجيل الجديد اللي هو راح يكبر ويصير عنده قرار الشراء ما بيعرفك، فانت ترجع تدخله في السايكل تبعت الحياه للبراند. فهم فحكيت الموضوع مبدئيا بدنا نبني هويه رقميه كويسه. لما احنا نيجي نستلم اي مشروع اخ وسام، وهذا الموضوع هون جرافيك بحت، بنبني هويه بصريه رقميه. موضوع التكرار، لما يتكرر الرموز، يتكرر اللوجو، تكرر نفس الالوان وتحددها، هذا الموضوع بيحفز العميل مع التكرار. على سبيل المثال زي شركه زين، زي شركه بيبسي، لو سمعت انت النغمه الصوتيه تبع زين الان تعرف انه هذا اعلان لزين. أكيد طبعا الوان بيبسي تعرف انه هذا اعلان لزين. براند ايدنتيتي لهم يعني صارت يعني بالضبط. تشوف جزء منها بتعرف انه يعني انه هذا الشيء تابع لهي الشركه. فهذا رقم، يعني هاي الخطوه رقم واحد لما تيجي تستلم اي بروجكت. بعدين يجينا الان على نقاط الضعف. خلصنا الهويه البصريه. طبعا كانت كمان في مشكله بالهويه البصريه، لانه هو الدكتور جميل هو مؤسس التغذيه، اسس التغذيه من القران الكريم، فهو بالاخر بيبيع منتج. فلما كانت الناس تسمع انه بيع منتج، كيف التاجر بالدين؟ الان صار علينا مهمه بزياده بالايدنتيتي، انه احنا نبين انه هذا العمل راح يوصلك من النهايه لمنتج. فصار مجموعه المنتجات ثابته في الثيم، يعني احنا حاطين مجموعه منتجات بالايدنتيتي نفسها للبوست. لين الان بلشنا حكينا احنا الان بدنا نرجع نعمل وعي من اول او جديد للعالم التجاري. هاي الشغله في ناس كثير ما عندهم فكره، فعشان هيك كثير كثير الفيديو هذا مهم، يعني راح يتسيف وراح ارفعه على اليوتيوب كمان، كثير مهم. يعني في ناس كثير ما بتعرف، في ناس كثير ما بتعرف يعني بهذا الموضوع. طب هسه اشرف بدي احكي لك، هسه مثلا انت بيجي لك كلاينت مثلا بده فكره معينه، فانت كيف تمشي معه ستيب باي ستيب وبتوصل معه لخطوه النجاح؟ بتحس انه هو وصل للإشي اللي بده اياه، يعني وصل للتارجتد البيبول، للناس اللي للإشي اللي بده اياه، وفعلا كانت فكرته ناجحه. انت كيف تمشي معه خطوه بخطوه لحتى كمان اي حدا يعني يفكر مثلا اذا عنده مشروع تمام بحب يبدا مع السيد اشرف، بيقدر يدخل عنده على الصفحه كمان ويشوف كيف انه هو عم ببني يعني الهويه البصريه يعني للمؤسسات. فانا حابب هو كمان يحكي لنا عن هاي يعني ككيس من الكيسات اللي مرق فيها. تمام، احنا خلينا نخلص غذاء الميزان لانه راح يوصلنا بالاخر للنقطه اللي بدنا اياها. تمام. فالان بعد ما اضبطنا هاي الهويه البصريه، بلشنا نعمل وعي لهاي الشركه. بعد ما حسينا انه بلش في عندنا وعي مع ناس جديده، صرنا نعملهم بوستات تفاعليه كمان. حلو. مسابقات وغيره. لا غير المسابقه، بهمني انا التفاعلي، انك انت تستفز وحط لك كومنت. تستفز فهمت عليك. سؤال، عيد عليه، اطمن عنه، احكي له هل عمرك مثلا صار معك الموقف هذا؟ وهذا طبعا السؤال لازم يكون بصب، بس في الاخر بالبراند اللي عندك. بالضبط. عندك يعني مش دائما المسابقات هي اساس الانجيجمنت. بألف طريقه ممكن ناخذ من التيبوغراف اللي انت بتعمله في اشياء معينه تعمل انجيجمنت. يعني في كثير تصاميم انت بتعملها وسام، باجي انا بحطها على الستوري عندي، بعد كم ساعه بلاقي كل فريند حاطينها بوست.
اسمع، انا بتفاجئ، انت بتشوفهم حاطينها بوست، انا بتفاجئ انهم فاتحين شركات يا زلمه ونازلين يطلعوها على بلايز، وانا ما بعرف، والله العظيم ما بعرف. يعني زي تبع ناشونال جيوغرافيك اللي كانت الاسبوع هذا، جيت اخذت بوست بعدين شوي صرت اشوفها عندي بوستات قاعد نفس هذول الفريند اللي عندي. فيعني شايف انت هون استفزيت شيء جواته، يعني انت لعبت على نقطه هو بده اياها. اكيد، ما هو ما هي هاي، انت بتحرك في شغله، هو ليش نزلها هون؟ انه خلص اقتنع انه هاي الشيء انه بتلبس بالسعر. فعشان هيك هاي الموضوع كثير مرتبط بالماركتينج، بحت يعني، بحت الموضوع. خلينا نكمل. فالان بعد ما عملنا الانجيجمنت وبلشت حتى معدلات الرسائل والمبيعات تزيد، نشوف الان الجمهور وعي هاي الخطوات بالضبط. بدك تعمل وعي للعلامه التجاريه، بعدين بدك تعمل تفاعل مع العلامه التجاريه، بعدين بدك تعمل كول تو اكشن مع العلامه التجاريه انك تخليه يصير يستفسر. وعند الاستفسار بتنتهي مهمه التسويق بالكامل. وشوف انا بتحدى فيها دائما اي ماركتينج. هون ببلش عندك مرحله المبيعات، والمبيعات علم واسع منفصل عن الماركتينج. اكيد طبعا. انا اجي اوصل لوسام احكي له يا عمي انت عميل مناسب لهذا المشروع، بمجرد اني ما استفزيتك تاخذ خطوه او رساله او تروح على الموقع انا انتهيت. بعد هيك بفوت عندك دور المبيعات، فريق المبيعات عندك او الشخص اللي ببيع بده يفوته بسايكل مبيعات طويل له ناس مختصين مش اختصاصي. فاحنا اهم شيء عندنا انه احنا نوصل لعميلك ونشجعه انه ياخذ معك خطوه. ما هو هذا، هاي اهم نقطه، ما هاي يعني، هاي يعني هاي اهم نقطه النجاح. بما انه انت نجحت انه يوصل يحكي معك انت عملت دان. بالضبط. طيب نحكي ليفل اعلى من هذا الليفل كمان، وهذا للاسف ما بشوفه دائما للناس اللي بتشتغل ماركتينج، اللي هي فكره علم العميل. علم العميل من اي ناحيه؟ انا الان لو انا جرافيك، تمام، انا شغلي جرافيك وشفت وسام قاعد بيعطيني معلومات عن الجرافيك انا ما بعرفها، اول مره بعرفها، مين بصير عندي انا مرجع المعلومه؟ هسه انت، اما انا بدي اصير مرجع لك لانه في اشياء جديده. لما اجي انا الان بدي احتاج خدمه جرافيك، لمين بدي اروح؟ تمام، بدك تيجي عندي انا اكيد. بس تمام جميل. فنفس الشيء، فانا عشان هيك حبيت انه هاي مثلا، انا مثلا ما بعرف شيء بالتسويق، يعني مش كثير ملم لانه مش يمكن مش مجالي، بس 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 كثير مهم. فانت مرجعيتي نفس الشيء يعني، فكل انسان له توجه معين. على فكره انا دائما بحكي للمتابعين اللي عندي، يعني طلعت باكثر ببثين قبلهم، حكيت انه انت ممكن يكون اهتمامك مش 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 تصميم ولا اهتمامك دراسة. يعني أنا بالنسبة إلي، يعني أنا لو تشوف تقييمي بخمس ألف غير متعاون كسول على 50% علاماتي، انسى. لو تشوف أنا شفتها هذيك اليوم صرت أضحك بالمرة ولا لي خص بالدنيا. فبحكي لك يعني ممكن الإنسان عن جد مش كثير يعني بكون بباله في إشي ثاني بركز عليه. ممكن تلاقي حداد عن جد مبدع، حداد نجار رغم إنه مش متعلم بس مبدع بالإشي اللي هو. نعم فسبحان الله كل واحد له توجهه. بس احنا يعني انا اللي بحب اوصله دائما انه حلو، يعني هاي بالنهايه ثقافه، تمام، يعني حلو انه احنا يعني نحكي فيها وكذا، ناس تستفيد. يعني حدا مثلا بحب يعاون حدا، مثلا حدا بده شيء مثلا بحاجه مثلا لمسوق، بحاجه لديزاينر لانه هو مش اختصاصه، فكذلك الامر يعني هيك. يعني انت بتحتاج نجار اكيد بالبيت، اكيد انت مثلا ممكن انت ما تعرف مواضيع النجارة مثلا، ممكن تحتاج انت النجار، يعني كله بيساعد بعضه، هيك الحياه يعني. بالضبط. فهاي قضيه تعلم العميل هي يعني هي حل لغز انا كيف اعمل جمهور عنده ولاء. بما ان حكينا عن الجمهور وحكينا الان البروسيس كيف تمشي، بدنا نحكي موضوع بخص يعني الجمهور. انا يكون عندي 100 على صفحتي متفاعلين بيعملوا معي بزنس بيشتروا ومهتمين جدا، احسن ما يكون عندي 100 مليون مجرد انه اسمه موجود بالضبط منظر، يعني بالضبط على الفاضي. صح، لازم عندك جمهور ولاءه عالي هو فعلا اللي انت بتحتاجه دائما في اي بزنس او اي صحه او اي شيء انت بدك تعمل. نيجي عشان يكون الفيديو تبعنا مكتمل، نكمل مشكله السايكل تبعت اللايف للبراند اللي حكينا عنه انه جديد ما بيعرف. بس خلصنا هذا الحكي كلياته، حكينا يلا بدنا نمسك الان الفيديوهات المحتوى ونروح على منصة الشباب الصغار على تيك توك. فتخيل انت محتوى علمي قاعد ينزل على تيك توك.
بس بالمقابل رجع نشط كل الجيل الجديد، صارت تعرف الدكتور. صح. اه بالضبط. هيك عملنا سايكل لللايف للبراند 100%. 100%. على سيرة التيك توك، على فكرة كثير ممتاز كمان، يعني بإمكانك يعني كل واحد، يعني كل موقع تمام في عليه ناس مهتمين، يعني هون وهون وهون وهون، ف يعني لازم انه الواحد دائما هون او هون او هون. فانا هسه حاليا يعني ممكن بشوف، انت حتى كمان انت مركز على موضوع الانستا، يعني بدخل عندك بشوفك كمان مركز حتى على الفيسبوك. فكل واحد يعني اول شيء بيبدا هيك اول شيء يعني بموقع معين على السوشيال ميديا، بعدين بنطلق على مواقع ثانيه وهكذا. نصيحتي انا، نصيحتي انت لا تهمل اي بلاتفورم عن الثانيه، لا تهمل اي موقع في تواصل اجتماعي عن الثاني، لانه في اي لحظه مثلا ممكن تنخفض اسم فيسبوك وتبطل الشغل عليه. طب انا ليش ارجع ابحث من اول في لينكدين مثلا؟ لا، خليني انا موجود هون وموجود هون وموجود هون، وين جمهوري الاقوى بركز بزياده شوي صغيره، لكن انا بكون جاهز على كل المنصات. حلو. اه جميل والله، بصراحة عم بفكر عن الموضوع، بس هيك يعني حبيت ابلش على الانستا اولها، يعني لانه حسيت في كمان يعني كثير متطرقين لموضوع الجرافيك يعني وهاي الاشياء، فعشان هيك انا حبيت اطلع اول شيء على الانستا يعني. هي منصة طيب صورية طبيعي. اه طبعا اكيد. ف يعني هسه طيب، هسه في كيسات معينة حسيت انه مثلا على سبيل المثال انه منتج مثلا حسيت انه مش كثير راح يطلع او ينباع او يوصل، مريت بكيس مثلا يعني رغم انه مثلا هذا المنتج او هذا الاشي مثلا ما عم بمشي بطريقة التسويق، قدرت انه تمشيه في مجال السوق؟ مر عليك هيك كيس اشي؟ مستحيل حدا يوعدك المبيعات الا عميلك. هل انت سالت سؤال بيفتح ترى مفتاح للتجاره الالكترونيه بشكل رهيب. شوف الان انا كيف بعرف انه هذا مشروع بالبدايه، هذا مشروع راح ينجح او هذا مشروع ما راح ينجح. حتى وصلنا لمرحله انه احنا صرنا نعتذر عن اي مشروع قراءته ما راح تنجح. بالذات الناس تشتغل مشاريع تجاره الكترونيه لمنتجات. شوف الآن بدك تيجي تفتح أي متجر إلكتروني بدك تعتمد على شغلة وحيدة وأساسية، أنا إيش بقدم قيمة مضافة، وهل هذا المنتج اللي أنا بدي أشتغل عليه سهل تحصيله بالسوق ولا صعب تحصيله بالسوق؟ يعني مثلا أجانا عميل وبده يبيع أدوات منزلية وبأسعار كمان من أسعار المحلات، وكل هاي المنتجات موجودة في المحلات أدوات منزلية عادية، كم تتوقع باع؟ يعني حسب يعني المنتج اكيد. صفر صفر اوف مبيعات. ليه؟ لانه انت نفس المنتج قاعد بشوفه مثلا ب 20 دينار، انا قاعد بلاقيه ب 17 في محل الادوات المنزليه جنب البيت. محل اخر. او انت طب ما وفرت في منتج صعب مع قيمه مضافه. يعني حتى جودة الاشي على الواقع، هسه بعيدا عن الماركتينج وعن الهاي، جودة الاشي ممكن كمان تأثر، ما هو واحد بيحكي لواحد مثلا، انا طبعا والله جربت البلوزه كثير مثلا خامتها منيحه، فبيسالني حدا والله في مكان ببيع الخامه المنيحه هاي، يعني برضه كمان الكواليتي بتلعب دور بالشيء يعني. ما انت مثلا لما تقدم لي منتج او خدمه لازم تقدم لي منتج انا صعب الاقيه بسهوله، وانا بدي الاقيه. يعني منتجات خلينا نحكي بتمشي على التجاره الالكترونيه زي مثلا منتجات التصوير، منتجات التصوير في عندنا شح في محلات المنتجات. اه اكيد هي الكاميرات بتبص هاي. اه بالضبط، عندنا يعني من المحلات كمان القويه، بتعرف جوزيو كام هي من اجمل المحلات اللي في الاردن، يعني توصل اكيد طبعا. بطريقه احترافيه وكذا، فجميل جدا. اما اني اجي انا اعطيك منتج انت قاعد تلاقيه في الدكان اللي جنبك مو مشكله. طيب هون شوف، عندنا هون يومان وائل بسألنا، يعني بتحدد السعر على حسب ايه؟ يعني تمام. ايش اللي بحكمك بموضوع انك بتحدد سعر المنتج او سوري يعني عملية التسويق هاي؟ تمام. الآن انا بعتقد حجم الاعلان، يعني في كيس مرت علي مثلا بالشغل اللي انا بشتغل فيه، يعني اعلان كلفنا نص مليون دينار اردني اعلانات بس، يعني وماركتينج له نص مليون دينار كلف كترويج للحمل، فحسب اعتقد. فاحكي لنا انت ايش اللي بكلف كثير
انا اعتقد سؤالها، معني راح اجاوب على اثنين، لكن اعتقد سؤالها انه انت بتحدد سعر المنتج اللي راح تبيعه بناء على ايش؟ هذا السؤال كمان مهم، اللي هو تسعير الخدمات او المنتجات. شوفي، في كثير، خلينا نحكي، قواعد للتسعير، لكن انا راح اعطيك افضلها بناء على ما بناء على الخبره وما وجدته. دائما انت بدك تشوفي سعر السوق، تمام؟ ومن سعر السوق بدك ترفع شوي زياده، اللي هي اجور، اللي تعمل عندك ميرج ما بين اجور التسويق للمنتج، اجور التوصيل، اجور هاي الامور، بحيث انك انت تقدري منها تبيعي منتجك بطريقه صحيحه، ومنها كمان تقدري، هاي بتحكي ايوه المنتج فعلا، ومنها كمان انك انت تقدري انك خبرة ماركتينج أكيد فاهم فيه، فاهم السؤال. يكون في عندك هامش ربح، تمام؟ فخليني اعطيك شويه قواعد عشان تسعري بطريقه كويسه. المنتج عندك عشان تحطي انت سعرك اللي انت بناسبه، لازم منتجك انت يكون صعب المقارنه، صعب مقارنته بالمنتجات الثانيه، فبدك تضيفي قيمه مضافه تعمل لك بالنهايه زي ما نحكي كسره اي حاجز بدها تكون بالمقارنه بينك وبين اي منتج ثاني. الشغله الثانيه، بده يكون انت عندك المنتج ومكملاته اذا كان له تابع بنفس مستوى السعر، اذا المنتج بكمله منتج. كمان شغله مهمه، الاسم التجاري اللي بتعمليه مع مرور الزمن ومع مرور ثقه الناس فيه بيعمل له كمان سعر في السوق. يعني مثلا انواع السيارات اذا بتعرفيها، في سيارات خلاص اختصت في انها قطاع سيارات من انه رخيص، وفي سيارات ثانيه لا، هي اختصت انه انا قاعد بقدم كواليتي عاليه جدا، وانا اسمي اصلا بس ينزل بعمل براند عالي، فانا سعري اصلا عالي، واي كمان قطعه على السياره كذا بدها تكون كمان جدا سعرها عالي. فالان انا بس نصيحتي لك، اي منتج بدك يكون عندك، شوفي سعر السوق، اعملي قيمه اضافيه على المنتج حتى لو ما كانت منتج، حتى لو كانت خدمه، يعني ممكن انت تعملي تغليف مميز جدا، تمام؟ وهذا التغليف الناس تجربه وتشوفه، هذا الشيء راح يعطيك يعني حتى سعر انت نفسك تكوني مرتاحه فيه. ودائما وفري معاه خدمات، زي خدمات، خليني اعطيك شويه اسرار، اعطيه مثلا زي خدمات ما بعد البيع. العميل اشترى، ايوه يا فندم ازيك، اليوم انت اخذت من عندنا المنتجات، بدنا نعرف رايك. أعطينا الفيدباك. بعد ما يجيب رايه يطلب مني اعمل تسجيل صوتي، هذا الراي انت بتعملي ترضي للناس مره ثانيه، اعلان ثاني، انه هذا راي عملائنا. أكيد طبعا. في كمان سر ثاني، اعطيها تغليف حلو، خلي دائما الاسلوب لبق، التصميم للمنتج يكون كثير حلو. هاي الاشياء كلها، كل شيء بالاعلان وبالمنتج والتغليف بفرق، بعمل لك دائما قيمه اضافيه. كثير حلو على فكرة، سؤالها كثير مهم والله. انا راح بالي كديزاين، انت راح بالك كمسوق فعلا. اجاوب سؤالك الان، الحمله الاعلانيه شو اللي بحدد سعرها؟ يعني عاملين اساسيات. هسا في مسوقين بيشتغلوا على موضوع النسبه، وانا هذا الموضوع ما بفضله ابدا. يعني انه انت قديش بدك تعمل عمله اعلانيه، انا مثلا 10%، انا ضد هذا الكلام. بالضبط. هيك صح. انا ضد هذا الكلام جمله وتفصيله. الاعلان دائما بتكون من 3 أو 4 محاور رئيسيه. الاولى ميزانيه الحمله الاعلانيه اللي راح تتناسب بالنهايه مع مارجن الربح تبعها. اثنين، تكلفه الميديا اللي بدها تنعمل على الاعلان، شو المستوى اللي بده يشتغل فيه. يعني ناس ممكن يلزموا بس تصميم واحد، في ناس يقول لك لا انا بدي اعلان محترم في تصدير واستوديوهات واضاءات وكذا وكاميرات، طب هذا تكلفة كمان جدا عالية. مكلف صح. والشغلة الثالثة اللي هي اتعاب الماركتينج اللي بدها تصير موجودة. فهي ثلاث الشغلات بتحدد سعر الحملة الإعلانية. يعني بالنهاية كل حق بده ياخذ حقه بالآخر، ومنها بتحدد سعر عملتك الإعلانية. كجرافيك بتحدد سعر تصميمك او الماده بوجهه نظري انا، حسب اول شيء سعر السوق، هاي اساسي. والشغله الثانيه، كم راح ياخذ معك وقت؟ بالضبط، انا هاي بدي احكي لك اياها، هي التفاصيل. يعني في اشياء ممكن تاخذ معي ايام شغل فعليا، يعني هذا ممكن لانه متعب صراحه. في تصميم ثاني ممكن نص ساعه ويخلص. صح. والله شوف احكي لك شغله، موضوع الديزاين صراحه خصوصا يعني الايام هاي، يعني مع احترامي لكثير مصممين، يعني صار الجرافيك ديزاين عقفها من يشيل. يعني صار صحيح. اي حدا مثلا بنزل لي صوره بقصها مثلا، طب انت وين الفكره الابداعيه اللي انت حطيتها؟ هذا المهم. فهسه صار بزمننا فعليا الفكره هي اللي بتبين المصمم من غير المصمم،
عرفت علي كيف؟ فاعتقد يعني انت كمان يعني بمجال التسويق بتعرف مثلا انه هذا التصميم مثلا عباره عن اي شيء هيك مع بعض هيك، وانت فاهم علي يعني. بس إلى هذا مش غاية. اصلا يعني من كمصمم، لا انا بحكي انه كتصميم مثلا ما في فكره يعني، صار عم يعني في كثير اشياء عم بشوفها مقلده يعني، ما في ناس عم تبدع وبتطلع اشياء جديده، بس يعني صار انه عدد المصممين يعني زي ما بيحكي في مثل مصري عم يعني بيحكوا يعني الديزاينرز بكل حته والكرييتيف خمسه سته فعليا ايوه يعني. ايوه ايوه يعني هو هذا المثل يعني اختصر علي اللي كنت بدي احكي. انا بحب الشغله اللي بصير عليها زحمه. ليه؟ يعني ما انا عليها زحمه معناتها لفتت انظار الناس كلياتها. بس هذا كمان ليش بحبه في سوقنا وكذا؟ لانه لما يكون العدد كثير والاغلبيه تعبانه على المؤاخذه، تقدر تبين على السريع أكيد الناس بالضبط فلا صح بالعكس، انا مع كثرتهم. يعني انا بحكي من باب التميز، تمام؟ انا مع كثره الحرفه الواحده، لانك منها بتقدر تطلع النخب. أكيد 100%، ما هذا اللي أنا عم بحكي فيه يعني ما بتبين الحلاوه الا مع نقيضتها بالاخر. طبعا 100% 100%. فبلاحظ دائما يعني حتى الشركات الكبيره يعني بكونوا كثير سيمبل، مش يعني مش شرط انه الواحد مثلا يعني از ا ديزاينر مثلا للمتابعين كتصميم، مش شرط انه يكون مثلا التصميم فيه 1000 لون و15000 عنصر، ها يكفي الفكره تكون بسيطه واضحه السنتر خلاص جايه شكرا، توصل الرسالة، واضح يعني. توصل رسالتها وشكرا لها. طيب نشوف المتابعين، اي حدا عنده اي استفسار من الاشخاص بحب انه يستفسر يكتب لنا بكومنتس، سواء عن يعني شيء له علاقه بالتصاميم او اي شيء له علاقه بالتسويق، يعني اكتبوا لنا يعني بالكومنتس، ممكن يكون في يعني ببالكم شيء احنا ما مثلا ما غطيناه وما حكينا فيه، وبتقدروا كمان تبعثوا لنا على الانبوكس سواء للاستاذ اشرف او الي، يعني بتقدروا تبعثوا لنا على الانبوكس وانا فورا بوجه له الاسئله يعني، يعني بوجهكم له يعني، وكذلك يعني اي حدا بيحب انه يعني يطرح فكره برضه يعني احنا بنرحب فيها اكيد يعني. شوف اخ وسام، انا ختاما يعني بهمني نوصل لفكره واحده وخلينا نحكي هي جوهر اللايف كلياته لليوم او هي قيمه اللايف. بهمني الان انت كجرافيك او كماركتينج تفكر بعقليه العميل، بعقليه اليوزر. اذا وصلت للمرحله هاي يعني انا الان قاعد افكر بعينه، فشكرا والله يعطيك الف عافيه. يعني انا هذا هو زبده او القيمه الاضافيه اللي احنا بدنا نعملها من هذا الفيديو. هاي هون عندنا سؤال، انا كنت عايز اعرف ازاي ممكن اتعلم تايبوغرافي. اوكي بسيطه، هاي راح يكون لها فيديوهات ثانيه لانه موضوع شوي يعني بده شرح وبده كذا ستيب باي ستيب، فما عليكم ان شاء الله يعني راح انا هيك برتب اموري ان شاء الله. الفيديوهات الجاي راح احكي عن نوعين انا من التايبوغرافي، في التايبوغرافي اللي بيجي رسم وفي التايبوغرافي اللي بيجي عباره عن فيكتورز، فهم يختلفوا يعني. الرسم مثلا على سبيل المثال انا هون عندي مجموعه رسمات وراي انا بشتغلهم، يعني شايفين هاي مثلا اذا واضحه، هاي مرسومه فيكتورز، هاي مرسومه على الستريتر مثلا على سبيل المثال، بينما هاي مرسومه مثلا رسم على سكتش بوك برو مثلا، يعني تختلف. فكل واحده لها اسلوبها بالرسم وبهاي يعني اشياء شوي ديتيلز يعني، هاي راح يكون لها يعني شيء كثير حلو يعني، محضر لكم اشياء كثير مهمه. هل في اليوتيوب تعليم التصاميم؟ نعم اكيد موجود تعليم التصاميم، قصدك انه يعني كأنا عم بعطي ولا ام رشيد قصدك انه، هل قصدك في التعليم التصاميم هل انه اشخاص تتعلم؟ اكيد موجود، انا موجود لي كم من حلقه بس عم بحكي فيها هذا شيء ادفانس يعني، شارح انا زي الديزاين دامجه مع شيء ثاني يعني، دمجت الجرافيك مع الهيب هوب مثلا، الهيب هوب هو ثقافة فدمجته مع الجرافيك فعم بطلع بستايلات جديدة. وانا بنصحك والله تخليك محتوى علمي للجرافيك، يعني تمشي مع الناس حب حب، بحيث انه هو من الصفر يعني يقدر يصير ويسوي افكار حلوه كمان بالضبط. فانا هذا نوع السوق بشكل اكبر بالضبط، انا عم بفكر ابلش هيك من تنزيل البرنامج من ستيب
تنزيل البرنامج شوف لا للادوات. خلينا نحكي انه انا حكيت لهم يعني بالفيديوهات اللي قبل، راح يعني احطك على بدايه الطريق تفهم بس شو الادوات وكيف انا بشتغل المبدا وكيف تفكر، هاي كثير مهم كيف تفكر، يعني بالضبط كمان فكره او اخليهم هم كمان يشاركوا معاي مثلا يبعثوا لي ايش فكروا بهذا الموضوع ونشتغلها سوا، عرفت؟ فهاي اشياء يعني انا جاي فيها يعني لقدام شوي، وان شاء الله انه يعني بتصور يعني راح اطلع بكميه هائله من الناس اللي راح تطلع لي بافكار بتجنن، يعني انا إن شاء متاكد الله. يعني انا واثق يعني والله بهذا أنا اليوم كنت سعيد جدا في لقاء الشباب والله. اللي معك. واحنا كمان يعني انا ما تتخيل قديش مبسوط صراحه يعني بهذا البث، يعني وهي كمان هسه راح ارفع على اليوتيوب عشان كمان أنا أعملها هدية، بس تبلش أنت في موضوع المحتوى اللي بدك تبلشه، ويصير في عندك مجموعة ولو قليلة قاعدة بتطبق هذا الكلام، أو أعملها على مثلا جوجل ميت أو على زوم اجتماع، ونصير نطور افكار ونحكي موضوع كيف تفكر، يا بس ريت. ضمن المجموعه مطلقه. ما في اي مشكله، بنعمل زي ورك شوب يعني سوا، ما عندي اي بالضبط. مشكله بالعكس. والله يعطيك الصحه والعافيه يا رب، وسام انت رمز من رموز والله الابداع في الوطن العربي كامل. طب انت اشرف ما عندك اي سؤال بالنسبه للتصاميم اللي انا بسوي؟ ما عندك اي استفسار عن اي شيء بتحب انه انا الي رجاء حار عندك انه تبلش تعمل محتوى يفهم حاضر الناس كيف تكون التصميم عشان نبطل نشوف تلوث بصري. يا ريت. خلص بس والله ان شاء الله بس يعني ابلش بهذا الموضوع يعني قريبا جدا. هسا انا المشكله هاي الفيديوهات حابب انه اسس الناس على المعرفه اول شيء، يعني نبلش معاهم انا زي ما تحكي من تحت يعني البيسك، عرفت؟ وهسا الحلقه الجاي في كمان معي صبيه هي رسامه، يعني راح تطلع تحكي لهم عن الرسم العادي، يعني انت كيف بدك تصمم مثلا وانت مش قادر ترسم فكره على ورقه لو خرابيش، فهاي كمان كثير مهمه، فعشان هيك انا عم بمشي ستيب يعني باي ستيب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالفتره الاولى يعني ما دخل فيهم مثلا فورا بموضوع الاسلام، لا قعد فتره بالضبط ياسس الناس يفهمهم المعرفه يفهمهم الفكرة بعدين الفكرة نعم، ولنا في رسول الله أصبح حسن إن شاء الله تعالى ان شاء الله، وان شاء الله بنلتقي قريبا اشرف، يعني بعون انا الله إن شاء الله يعني بودي انه أوفلاين نلتقي أوفلاين إن شاء الله في اجتماع قريب بعون الله. ان شاء الله من عيوني انت بتؤمر. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. هاي بروفايلنا موجود، إذا في أي سؤال تقدر تسألوني. اي استفسار يا جماعه الاصدقاء اللي انضموا معانا بس على البث اخر شيء، اي استفسار بخصوص التسويق والتسويق الرقمي، معاكم خبير يعني معاكم كنز بهذا الموضوع، يا ريتني انا متابع لاظني اروح عنده دايركت طبعا يعني. الله يسعدك ويكرمك يا الله. شكرا حبيبي شكرا يا اخي وسام، وكثير كثير كثير مبسوطين في هذا اللقاء. والله وانا كمان يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. طيب أصدقائي اليوم أنا سررت معكم جدا بهذا اللقاء، طبعا كان المفروض يعني البث هذا يطلع يوم الخميس بس للأسف صار معنا ظروف ما نقدر نطلع إلا اليوم، فمنيح إنه قدرنا إنه يعني نطلع بأقرب وقت يعني. وبالنسبة للفيديو راح يكون مسير عندي على البروفايل حتى إنه أي حدا بحب إنه يرجع له أو يشوفه أو بحب إنه ياخذ أفكار راح يرجع يعني يتابع هذا الفيديو. طيب تابعوني بالفيديو القادم، راح تكون معاي رسامة ليست ديجيتال ترسم ديجيتال على الكمبيوتر، لا راح ترسم يعني راح تفرجيكم ايش البيسك الرسم على الورق، يعني ايش الادوات، يعني بس كمعلومات تفهموا انه انت اذا في بالك فكره قبل ما انت تدخل على موضوع الكمبيوتر، هسه اي فكره بدي اشتغلها من التصاميم اللي عم بتشوفوها عندي على البروفايل اول شيء انا برسمها على ورقه، يعني لو هيك هنت بسيط عرفتوا، فهاي الاشي حابب انه تاخذوا عنه فكره كثير مهم، يعني كثير مهم تعرفوا المبدا الاساسي للشغل بالجرافيك، المبدا الاساسي يعني من الصفر انا حابب ابدا، وبعديها راح ننتقل للبرامج ولا يعني هو الموضوع بده تسلسل شوي. طيب اي استفسار تقدروا تبعتوا لي على الانبوكس، انا كثير مبسوط صراحه فيكم، يعني انتم عباره عن ضمه ورد، يعني ما بشوفكم متابعين بشوفكم عبارة عن ضمة ورد،
واي شيء يعني انا صدري رحب لكم، واي استفسار تقدروا تسالوني باي وقت، تبعث لي على الان بوكس او تقدر تكتب لي هون بالكومنتس. بتمنى لكم مساء سعيد، انتظروني على البث الاخر. صباح الخير.